ولمتابعة أكثر تفصيلا ينضم إلينا عبر شبكة مراسلينا مراسل إكسترا نيوز كريم رجب من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لمتابعة مبادرة مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأعلى جودة وأقل سعر استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهلا بك كريم، والجديد لديك في داخل المحافظة واستمرار لهذه المبادرة. نعم محمد، يعني ما يميز هذه المبادرة هو اتساع رقعتها يوما بعد آخر، وخصوصا أن هذه المحافظة محافظة الدقهلية تدشن فيها هذه المبادرة لأول مرة خلال هذا اليوم، حيث أقيم هذا الشادر الذي نقف فيه الآن وتتوافر فيه كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأسعار مناسبة. ولكن سنقترب أكثر من تفاصيل هذه الصورة وحجم الإقبال على هذا المكان من خلال هذا اللقاء مع الأستاذ علي عبد الحافظ مسؤول متابعة مركز المنصورة بمؤسسة حياة كريمة. بنرحب بحضرتك أستاذ علي، وماذا رصدتم خلال هذا اليوم الأول لهذه المبادرة هنا في مدينة المنصورة؟ طبعا زي ما حضرتك شايف احنا كان أول يوم النهاردة تطبيق المبادرة، وابتدينا من الساعة 9 صباحا، وكان طبعا من ضمن اللوجستيات اللي احنا يعني قدمناها للمبادرة ان احنا نختار مكان استراتيجي، وكان المكان هنا في شارع الجيش بمدينة المنصورة. ده شارع رئيسي بيكتظ فيه المواطنين لأصحاب المصالح الحكومية، وهي الجهة المقابلة لميدان أم كلثوم، الميدان الرئيسي أمام ديوان عام المحافظة الدقهلية. ومنذ أن بدأنا النهاردة الساعة 9 صباحا، طبعا على الرغم من النهاردة يوم أجازة مثلا في بعض القطاعات الحكومية، وبكره برضو اجازه رسمي وفي احتفالات بنصر اكتوبر، الا ان احنا فوجئنا بالاقبال. كان اقبال سريع، طبعا كان الاقبال في بدايه الامر على السؤال على سعر اللحمه وهل اللحمه طازه او اللحمه بلدي. سرعان ما بدات الامور اللوجستيه وتم يعني تعليق اللحوم والكلام ده، وبدا الجزارين ان هم التقطيع والكلام ده، فوجئنا طبعا بالعدد بدا يتزايد. مش عايز اقول لحضرتك يعني خلال ساعتين فقط، احنا بدأنا فعليا الساعة 10، الآن الساعة 12 أو 12 ونص، مش عايز أقول لحضرتك اقتربنا من 220 كيلو، وده طبعا يعني مثلا ريكورد كويس جدا وعالي جدا في وقت. بقول لحضرتك النهاردة يعتبر أجازة، ويمكن الشوارع حضرتك عارف حركة السير حركة فيها سيولة مرورية، نظر النهاردة أجازة في بعض القطاعات. كم حجم اللحوم المتوفرة هنا في الشدر؟ بص حضرتك، هو يعني بداية طبعا بيبقى فيه طبعا الحركة، عارف ان اللحوم بتبقى طازة، فيعني من انزل جم الساعة 9 صباحا يعني يعتبر حوالي مثلا 400 كيلو، تمام، وطبعا قابلة يعني حجم المتزايد من المواطنين والإقبال سيكون أكثر من ذلك. وإحنا طبعا رعينا أن يبقى البداية من الساعة 9 صباحا لستة مساء يوميا، فإحنا طبعا واقفين كمؤسسة حياة كريمة بنقف مع التعاون مع القطاع الخاص، الشركة الخاصة اللي هي منوط بها تقطيع اللحوم وبيعها للمواطنين، نحن بوفر لهم أي لوجستيات أو أي صعوبات بتقابلهم وكده، وبنساعد المواطنين برضو بخصوص الاستفسار، أو إن إحنا مثلا لو في اقتصاص أو حاجة بنقدر نرتبه وننظمه. نوع الاستفسارات اللي بتأتي إليكم من المواطنين والوافدين على الشادرين؟ طبعا هو حضرتك يعني دايما السؤال الأول هو مسألة السعر، لأن طبعا السعر ويمكن المؤسسة حياة كريمة راعت طبعا فارق السعر اللي موجود في المبادرات الأخرى أو قطاع السوق الحر، فطبعا بيتأكدوا أن السعر فعلا 310. يمكن حضرتك بدون ذكر مثلا الأسعار الخارجية، ده سعر طبعا كويس جدا على اللحمة البلدي مقارنة بأي حاجة. فده يعتبر السؤال الأول. السؤال الثاني، هل اللحمة بلدي ولا لحمة مجمدة؟ ده يعتبر السؤالين اللي هم الأكثر شيوعا. فطبعا يعني مجرد ما بنجيب عليهم وان هم بيجوا طبعا بنفسهم يشوفهم ويشوفوا التقطيع، وطبعا بيقفوا طبعا على الجزار. انت عارف طبيعه المصريين دايما بيحب ان هو يقطع قدام عينيه ويوجه الجزار طبقا لايه طلباته او طلبات اسرته. يعني هل هناك نيه لتدشين نقاط اخرى لبيع اللحوم المدعمه من خلال مؤسسه حياه كريمه في مناطق اخرى هنا في مدينه المنصوره؟ بص حضرتك، وكان الاتجاه اللي جاي امس ان احنا نبتدي الشارع الرئيسي في مدينه المنصوره يخدم المحافظه، وطبعا يتراءى لنا مثلا على مدار الساعات مدى الاقبال، لكن اقدر اقول لحضرتك ان حتى الان الاقبال يعني بيحمسنا ويشجعنا ان احنا يدفعنا قدما ان احنا برضو ننشرها في مراكز اخرى. وطبعا هيبقى عندنا معيار الاسبوع كله، لان طبعا مراعاه زي ما قلت لحضرتك النهارده وغدا اجازات رسميه واحتفالات باكتوبر، فهيكون الاسبوع ده ان شاء الله معيار ان احنا نقدر ننشر المنفذ ده في مراكز اخرى يبقى اقرب للمواطنين من مدينه المنصوره. هل متاح لاي مواطن يشتري اي كميه هو محتاجها؟ هو طبعا يعني طبعا طبقا للمتاح موجود، لان طبعا حضرتك
هنا طبعا لما يعني تم نزول اللحوم في بادئ الامر كان 400 كيلو، وطبعا الجزارين والقطاع الخاص قال لو اكتر من ذلك متوفر وموجود وطازه بيتم تحميله وبيذبحه وعلى طول عرضه للمنفذ يعني. فطبعا اي كميه متاحه للجميع. طبعا اذا طبعا حصل تكدس او اكتظاظ كبير جدا لا طبعا بنراعي فروق اولويات، لما مثلا ايه لكل اسره كيلو او كيلو ونص مثلا بالاكثر حسب عدد افراد الاسره، لكن حتى الان بيبقى متاح للمواطنين الى ان نتراءى على الايام الجايه والساعات القليله القادمه مدى اكتظاظ المواطنين وطلباتهم وقبولهم. اخيرا ردود افعال المواطنين من خلال جوده اللحوم والاسعار. بص حضرتك بالنسبه للاسعار طبعا كانت يعني مفاجاه بالنسبه للناس زي ما قلت لحضرتك، وده كان السؤال الاول، وعندما نجيب هم يجوا يشوفوا بنفسهم فتيقنوا. طبعا اغلب الناس تشجعت واخدت، وطبعا بصت على جوده اللحم، لانها طبعا بطبيعتنا زي ما قلت لحضرتك كمصريين بنفهم دايما في الاكل والشرب وبالذات اللحمه يعني من منظرها من شكلها من طريقه تقطيعها. فطبعا اغلب المواطنين صراحه اشادوا باللحمه وقالوا ان هم هيرسلوا الاول يعني اهلهم وزويهم في القرى وفي الريف او حتى اقاربهم ان هم ايه يجوا يشتروا من المنفذ. شكرا شكرا جزيلا للاستاذ علي عبد الحافظ مسؤول متابعه مركز المنصوره بمؤسسه حياه كريمه. اذا هذه المبادره يعني مستمره هنا في مركز المنصوره بمحافظه الدقهليه، وهي تتميز بانخفاض الاسعار والجوده المرتفعه الخاصه باللحوم والتي تخضع لعمليات الرقابه من اجل ضمان سلامه المواطنين عندما يتم استهلاك هذه اللحوم. عوده اليكم مره اخرى محمد. شكرا جزيلا مراسل إكسترا نيوز كريم رجب من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.